صلاح الدين التجاني عن هيئه مهرجان شهداء والتجان الحركه الوطنيه. المهرجان هذا تم منها في الدوره الاولى، وكانت الفكره والهدف من هدف من هذا المهرجان هو رفع التهميش اللي تفرض على شهدانا من في العهد من عام 56 الى اخر عهد المفروع. الشهداء هذوما اللي قدموا معناها ياسر، قدموا الدم لاجل تونس، لاجل حريه تونس. عدد كبير جدا من الشهداء، عدد معناها كبير، وعندنا وثائق تم عرضها في المعرض، معرض وثائقي بوثائق تعرض لاول مره، صور ووثائق غطت معارك الاخرى للثوار من غار الجاريه اللي هو الغار المقابلنا تماما حاليا، غار الفرقه في الثوره واللي جاء فيه احمد الدليلي وجمع 15 ثائر واعلن فيه على انطلاق الكفاح المسلح بحضور 15 ثائر من جميع العروش، يعني فيهم الاتجان وفيهم العديد من اخوانهم، واطلق ثلاث فرقات من الرصاص الحي معلنا اذانا بانطلاق الكفاح المسلح، ومن ثم انطلقوا الثوار في جبل العرباط يصوبوا من يدوروا في جميع العروش. وكانت المدباس اللي قالها لهم كل عرش تهبطوا له قولوا راهي جبل عبد الثور هما 15 الحصير والى اخر روايه. ثم داروا منها وبدات لك العمليات المتتاليه الى اخر سنه 1954 حيث قدموا شهدانا في معركه بطوليه. الدوره الاولى الحمد لله يعني وبشكل مفاجئ جدا الدوره كانت ناجحه، نجاح جماهيري كثيف، والظاهر اللي تشوفوا في معناها الجماهير المروحه كان نجاح كبير جدا. كانت الفقرات اتلخصت في اولا جاء فوج الشرف من الجيش التونسي ألقى التحية العسكرية للشهداء في مقبرة الشهداء في حشد بحضور السيد الولي، ثم تحول الحضور لهذا المكان حيث أنا هناك من الغارة الجارية موجودة هنا فوق. بدأت العرض فرقة المدور من الجزيان وبعض الفرسان من أولاد مقصة، ثم تواصل العرض بعرض الفروسية، وبعد ذلك كانت مداخلات شعرية لشعراء المحليين، وفي آخر العرض وردناها بشكل مفاجئ جدا للأخوة الحضور هو الشاعر علي الأسود المرزوقي، شاعرنا شاعر العروبة وشاعر الوطن وشاعر الوطنية، والشاعر هذا اللي حقيقة كان لازم نبينوه للناس، وكذلك في إطار تهميش لأنه حتى علي الأسود تم همشه همشاته الأنظمة البايدة نتاع بورقيب وزين، فجبناه حتى يبان الناس راهو عندنا شعراء، شعراء العروبة وعندنا شعراء الوطن، هم الشعراء في أرض الوطن وفي في في حيث انطلقت معارك الوطنية يجي شعر الوطن، فأردناها كل إيحاءات وأردناها كل رموز، وهذه ما هي بداية والحمد لله إن شاء الله إن شاء الله يكون نجحنا فيها. شكرا لكم في هذه اللقاء بهذه المناسبة، انتهز فرصة أنه هو الآن التدخل، فليس للأمة العربية أعداء إلا الاستعماريين والصهاينة.